الميادين هنا ميدان الرياضة. لم يعد تتويج الرياضي بيروت في بطولة لبنان لكرة السلة مفاجئا، لكن ما حققه في نسخة 2017 بعد بداية موسم متعثرة بدل فيها مدربه وكان فيها على شفير فقدان اللقب أمام هومنتمن في النهائي، أكد ريادته في المستديرة البرتقالية كلاعب أساسي محليا وأقليميا. أماني مساء الخير، بعد الحلقة الأخيرة من ميدان الرياضة التي تحدثنا فيها عن بزوغ نجم هومنتمن في كرة السلة اللبنانية ووصوله لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية، نتحدث اليوم عن الطرف الآخر وهو نادي الرياضي الذي كما ذكرت هو عمود كرة السلة اللبنانية في الوقت الحاضر وفي الماضي أيضا. يعني لنكون على الحياد جوزيف، بين هومنتمن والرياضي لابد من استضافة الطرفين في الاستوديو. صحيح. في استوديو ميدان الرياضة. أكيد نبارك لكل جمهور الرياضي وسنبارك لنادي الرياضي مباشرة من استوديو ميدان الرياضة. إضافة إلى هذا الموضوع أيضا لدينا موضوع اعتزال توتي الذي شغل كرة القدم بشكل عام وبتحديدا كرة القدم الإيطالية ونادي روما، لأنه كان اعتزال مؤثر جدا جوزيف من قبل الجمهور ومن قبل توتي أيضا، وأكيد لدينا العديد من الطرائف والغرائب وفي هذه الحلقة نتابع. حاضر الرياضي ناصع مثل ماضيه، وفي حلقتنا أيضا توتي يعتزل شعب روما في حدث. قبل العودة إليك جوزيف والبدء في هذه الحلقة، نبارك لكل المشاهدين بحلول شهر رمضان المبارك أكيد، ولكل الأمة الإسلامية ولمشاهدي ميدان الرياضة. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير جوزيف. ونذكر بمشاهدين بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية، وننتظر دائما مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني من قسم الرياضي sports@almayadeen.net. ولمشاهدة حلقاتنا ولمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقع الميادين بالعربية الميادين.net وقراءة العديد من المقالات. توتي وروما، القصة الجميلة تنتهي، روما يحتفل بالفوز والوصافة في وداع توتي، وغيرها أيضا من المقالات والميادين بالإسبانية espanol.almayadeen.net. يعتبر النادي الرياضي ركيزة كرة السلة في لبنان بسبب امتداده التاريخي منذ ظهور اللعبة وفرض سطوته على المشهد السلوي في البلاد. تقرير يلخص تاريخ النادي الأصفر. انطلقت لعبة كرة السلة في لبنان في عشرينيات القرن الماضي وانحصرت مزاولتها في المدارس والجامعات، فكان فريقا الجامعة الأمريكية والمقاصد هما الأبرز. فكرة إنشاء ناد في منطقة رأس بيروت تبلورت بتأسيس النادي الرياضي عن طريق حسين بيك السجعان عام 1934. مع نهاية الحرب العالمية الثانية انفتح باب النجاح على مصراعيه بقيادة رئيسه التاريخي وفي إنصولي المعروف بأبو الوليد. ارتبط اسم الرياضي برئيس الحكومة الراحل صائب سلام، فاستلم الرئاسة الفخرية 47 سنة متتالية. بذل الكثير من موقعه رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية لدعم مسيرة النادي، فأطلق اسمه لاحقا على القاعة المقفلة. سيطر الرياضي على لقب بطولة لبنان ربع قرن وشكل ثنائيا رائعا مع أبناء نبتون في أيام العز. تعاقبت على النادي أسماء رنانة كالسفير الرمز خليل مكاوي وسهيل سابيلا صاحب لقب يد لبنان الذهبية، وشقيقه جميل سابيلا أبو حديد، وصولا إلى عبد الحفيظ وتار ونزيه بوشي. مع اندلاع الحرب عام 1975 انعدم النشاط الرياضي في لبنان، وفي نهايتها مطلع التسعينيات تنحى صائب بيك عن الرئاسة الفخرية فخلفه نجله تمام، واستلم المهندس هشام الجارودي الرئاسة
الرئاسة بدعم من رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. بعد توقف 19 سنة أحرز الرياضي الدوري عام 1993 عبر الراجمة الذهبية الروسي سيرجي تشيبوتكين ومواطنه العملاق فيكتور كولاجين تحت قيادة المدرب المحنك إيفان إيديتشكو. عام 98 أصبح أول ناد لبناني يحرز ميدالية في دورة قارية بحلوله ثالثا في بطولة آسيا في ماليزيا مع الثلاثي الذهبي وليد نمياطي في صناعة اللعب وياسر الحاج وجاسم أنصو كسد دفاعي صلب تحت السلة. سيطر الحكم 7 سنوات متتالية بين 98 و2004 مع جيل إليم شنتف وفادي الخطيب والسنغالية سانداي والنيجيري الراحل محمد آشا بقيادة أنطوان شويري عراب اللعبة وباني نهضتها بعد الحرب. لكن عام 2005 شهد منعطفا تاريخيا مع قدوم المدرب فؤاد أبو شقرة من الشانفيل ونجومه الذهبيين اللبناني المجنس جو فوغل والأمريكي توني ماديسون والمصري إسماعيل أحمد وعلي محمود، فتحولت بوصلة النجاح وحصدت القلعة الصفراء اللقب 7 مرات متتالية. في هذه الفترة أحرز الرياضي بطولة العرب عام 2005 في دبي أمام فاستلينك الأردني، ثم عاد متوجا بالذهب مرتين من الرباط المغربية وجدة السعودية. لكن ذروة إنجازاته تحققت في بطولة آسيا 2011 بعد تتويجه على حساب مهرام الإيراني، ثم أكمل حضوره القوي ببلوغه النهائي مرتين في 2012 و2016 مع جيل القائد جان عبد النور وانتقال الإدارة بسلاسة من الجرود الأب هشام إلى الابن تمام. باستثناء تتويج للشونفيل في 2011 بقي الرياضي مهيمنا على الدوري اللبناني وأضاء شمعته الأخيرة قبل أيام. سجل ريمونتادا لبنانية على طريقته الخاصة فحول تأخره أمام هومنتمن بمبارتين إلى عودة قوية ب4 انتصارات متتالية، فحسم السلسلة النهائية وضمن لقبا اعتاد عليه أبناء المنارة. للحديث عن نادي الرياضي بيروت وانجازه الاخير معنا في الاستوديو مدرب نادي الرياضي احمد دفران. اهلا بك كوتش احمد في ميدان الرياضه، ونبارك لك اللقب الجديد لميدان الرياضه حيث كنت المدرب الاول بعد حلولك في منتصف الموسم بدلا من المدرب لقب للرياضي جوزيف، نحن لم ناخذ اي لقب بعد بدلا من المدرب سوبوتيتش. عندما تستمع الى هذا التقرير يعني هل تشعر بالفخر انك تنتمي لنادي عريق مثل النادي الرياضي؟ أكيد النادي التاريخ، التقرير بلش من سنة 1934، أنا بلشت مع النادي الرياضي بسنة 92 بأول عودة النادي بعد الحرب الأهلية بحكم تواجدي وسكني بالمنطقة المنارة، ربيت وخلقت بهذه المنطقة وبلشت مع النادي الرياضي ودرجت بكل الدرجات، يعني فيك تقول ناشئين شباب درجة أولى، بعدين مدرب فئات عمرية ميني باسكت أندر 16 أندر 18 وصولا لفريق الدرجة الأولى بنات، ثم مساعد تاني بالفريق الدرجة الأولى، ثم مساعد أول، وهلأ مدرب الفريق. يعني كانت طريق طويلة، بلشت صغير بالعمر مع الفريق. حاليا عمرك 36 سنة 36 سنة للمشاهدين. وهذا فخر كتير كبير لألي، يعني الحلم صار حقيقة، كان دايما بحلم كون بهذا المركز والحمد لله قدرت حققته، بس ما كنت بتوقع هيدي السرعة، فبشكر الله على هيدا الشيء الحمد لله. يعني رغم أنه فرحة الفوز خفت بعد أيام، ولكن يعني عم شوف عيونك عم يدمعوا بعد ما تشوف هيك مشاهد. أكيد أكيد، لأنه نادي الرياضي قبل ما أنا أكون مدرب يعني أو لاعب عنده كنت أنا بدمي، يعني فيك تقول مشجع أول، وأنا كنت بكل إنجازات اللي كنت مع كوتش فؤاد وقبله أنا كنت متواجد بالملعب، وحتى كنت سافر معهم من بلد لبلد كرمال تابع، فهذا الشيء يعني ربي معي من أنا وصغير، فالحمد لله يعني أكيد بحس دايما بالفخر. وهذه النظرة الراحة بعد السترس هالست أشهر، معركة كانت كتير قوية، وبعتقد البطولة هالسنة كانت من الأصعب، سنتحدث عنها بالتفاصيل في هذه الحلقة، فهذا الشيء اللي بيعمل لها طعم خاص. نعم يعني نعم. لابد من ذكر أنه كوتش أحمد هو من أصغر المدربين أو أصغر مدرب بالأحرى ربح البطولة بتاريخ لبنان. كوتش أحمد، ما هو السبب الذي يجعل الرياضي يعني يسيطر على كرة السلة اللبنانية بالعصر الحديث، ما عدا طبعا الفترة التي هيمن فيها الحكمة على البطولة اللي هي 7 سنوات؟ أكيد مثل ما التقرير قال، الحكمة صار عنده جيل ذهبي وعصر ذهبي، مثل ما هلأ النادي الرياضي من سنة 2004 وبالرايح، بس النادي الرياضي اللي بيميزه عن باقي الفرق، يعني نحن آخر
من 14 سنة بعتقد 13 مرة 12 مرة بطل. شوفيل هو اللي وحيد مرة، وفي لا. مرة الرياضي انسحب لا. صار في مشاكل وفاز فيها وقتها، هذه السنة تاعت شانفيل، والسنة توقف الدورة بسبب دعاوى بالمحاكم. نعم. بعتقد اللي بيميز الرياضي عن غيره من الأندية هي الإدارة الناجحة، وهي الاستقرار الإداري. الاستقرار الإداري دائما دائما بأي لعبة بيخلق لك استقرار فني وبيعكس بطريقة إيجابية على الفريق، ودائما تواجد اللعيب الأساس بالفريق هدول بيعطوك استقرار فني على الملعب، وما في تجاذبات وما في مشاكل، فهذا الشيء بيعطيك ثبات. أما غير أندية بآخر سنين عانوا من المشاكل الإدارية، وكل سنة يصير في تبديل للداعمين وللسبونسرز وللناس اللي بتجي بتدعم. الاستقرار المادي هو أهم من الاستقرار أهم الفني والإداري. أكيد هو الاستقرار المادي بيخلق لك استقرار إداري وفني، ولكن سمعنا عن بعض بينعكس على أرض الملعب بيعطيك نتائج وبطولات. ولكن سمعنا كوتش أحمد عن بعض المشكلات المالية في النادي الرياضي في السنة الماضية، يعني لم تؤثر عليكم؟ السنة الماضية والسنة هيدي في مشاكل مادية منا مخفية على حدا، بس الفرق بين لعيبة النادي الرياضي ولعيبة غير فرق إنه هذا الشيء ما طلع للعلن. لعيبة النادي الرياضي ما طلعوا تحدثوا فيه. في انتماء أكثر للنادي، في انتماء للكنزة، وفي انتماء للفريق وللنادي، وبيعرفوا أنه النادي وقف حدهم لسنين طويلة، فأكيد أنه ما حيبخلوا عليه بأي تضحية، ويأدوا بهذه الطريقة اللي أدوا فيها بهذه السنة. كوتش أحمد، هل تعتبر نفسك أنقذت الرياضي من موسم مخيب للأمال بعد البداية الصعبة، أم أنك استفدت مما بناه المدرب السلوفيني السابق سلوبودان سوبوتيتش في 4 سنوات في منصبه؟ ليك أكيد نحن أنا استفدت من 3-4 سنين اللي مضيتهم مع كوتش سوبوتيتش، وأكيد يعني أنا تواجدي بالفريق ساعد كتير من الناحية النفسية، وعطى استقرار للعيبة على الصعيد النفسي. في عنا لعيبة مثل أمير سعود ومثل علي حيدر فقدوا ثقتهم بنفسهم، وكانوا عم يقدوا بطريقة أبدا ما بتليق بمستواهم بالفترة، وبلشنا البطولة بخسارتين من أصل 3. أنا اللي قدرت أعمله أنه رجعت الفريق على السكة الصحيحة. أول كم مباراة ربحنا فزنا بـ3، هيدي كانت البوزيتيف شوك، يعني دائما تغيير المدرب يعطي صدمة إيجابية للفريق. بس مرحلة بعد مرحلة، بطولة بعد بطولة، يوم بعد يوم، لما قدرنا نحط الفلسفة الفنية تبعي أنا والمساعدين، لا أنه هي ما كانت بس صدمة إيجابية، هي صارت مثل نسق عم نشتغل عليه ومشينا فيه كل الموسم. واللي خلاني حقق هيدا الإنجاز أنا والفريق اللي معي المساعدين واللعيبة هو ثقتنا بالفلسفة اللي حطيناها وأمنت فيها، بالرغم من أنه في بعض المباريات فشلنا. الفلسفة الفنية اللي حطيناها ألا وهي للفريق الدفاعية دفاعية. اللي نحن من شهر آذار ما قدر أي فريق يحط فينا أكثر من 70 نقطة إلا بالمباريات اللي نحن سمحنا فيها بالمرحلة الثانية من بطولة لبنان، لما أنا ارتقيت ريح اللعيبة الأساسية فتعرضت لخسارتين من المتحد والتضامن، لأنه ما كنت عم بلعب بكل قوتي، مع كل الاحترام لفريق التضامن والمتحد، بس نحن بهذه الوقت كنا مرايحين جان عبد النور، كنا مرايحين علي حيدر وإسماعيل أحمد، أبرز العناصر الدفاعية، أبرز العناصر الدفاعية اللي هن الركيزة تبعي، فتعرضنا لخسارتين. سجلي بالربح هو بيحكي عن حاله، 82% عندي نسبة فوز، 39 فوز و9 هزائم بكل المباريات اللي خطها أنا ابتداء من 15 كانون الأول، فهذا سجل بعتقد ممتاز لأي مدرب ما حدا بيحلم فيه. الحمد لله العنصر الأساسي كان اللعيبة وتفانيهم ووقوفهم حدي، وخصوصا إسماعيل أحمد وجان عبد النور. ما هو سبب العلاقة المميزة بينك؟ عناصر الخبرة. ما هو سبب العلاقة المميزة بينك وبين إسماعيل أحمد؟ عشرة عمر 17 سنة، يعني أنا إسماعيل أحمد صديق لألي قبل ما بلش بالتدريب بالدرجة الأولى، كان صديق لألي، صداقتنا بلشت من كتير، يعني نحن بنلعب مثل الأخوة، فإسماعيل كتير ساعدني على أرض الملعب وكتير دعمني، لأنه تواجد لعيب بعمر 41 سنة وبخبرته اللي عاطيها بالملاعب على الصعيد الدولي والعربي والآسيوي واللبناني ساعدتنا كتير، كرمال نحن نتخطى كتير عثرات وصلتنا لهون. نعم. كوتش، أنت استلمت الفريق من نصف الموسم، برأيك هل أنت قادر على قيادته من بداية الموسم حتى النهاية؟ لكون صريح معك، ما كنت متخيل أبدا حنرفع الكاس آخر
البطولة، بس شوي شوي ومرحلة بعد مرحلة، وخصوصا بعد ما إصابة وائل عرقجة كانت مفصلية بالنسبة لي، كانت بحالة صعبة نفسيا أنه خسرت لعيب من الأفضل حاليا كان أكيد. بالدوري وائل كان عم بيأدي، ومع وائل عرقجة قدرنا نحن الفريق الوحيد اللي يتغلب على الهومنتمن بالمرحلة الذهاب، وبغياب جو عبد النور بهذه المرحلة كان جو عبد النور مصاب، لعبنا بوائل عرقجة وببرانكو كان هو عم يعمل مهمة دفاعية على فهد الخطيب، قدرنا نتخطاهم وكنا أول خسارة لنادي الهومنتمن كانت بالدوري. فبعد إصابة وائل عرقجي كان كتير عنا صعوبات أنه المركز تبع وائل عرقجي ما في حدا يشغله، لأنه وائل أنا بعد ما استلمت لعبته على مركز صناعة الألعاب ومركز الجناح، يعني كان عم يلعب كومبو جار 2-1 كتير ساعدني بالتهديف، والدليل ببطولة دبي المستوى الرائع اللي قدمه. فرحنا على بطولة غرب آسيا مكسورين، وكان الهدف قدامنا أنه نحن بس نلعب لوائل، نحقق شيء لوائل، ونقدر نضمن تأهلنا على بطولة آسيا، ما كان حدا مفكر باللقب. فمباراة بعد مباراة أدينا بطريقة رجولية رائعة وروح قتالية عالية لتربح على بطل إيران ووصيف بطل إيران 4 مرات بخمسة أيام، هذا إنجاز كتير كبير وحققناه بلا اسماعيل احمد اللي هو ما يعتبر لاعب اجنبي، بلا وائل عرقجي وباجنبيين وبروتيشن 6 لعيبه. كوتش تحدثت عن وائل، وائل عاد في المباراه قبل الاخيره من النهائي وهذا النهائي الذي شهد اصابه فادي الخطيب لعب بالرياضي السابق ولاعب الهومنتمن الحالي، كانت اصابه لفادي فالهومنتمن تقدم بمباراتين على الرياضي وكان في طريقه لاحراز لقب اول في تاريخه، لكن اصابه مزدوجه براس وركبه الخطيب ابعدته عن النهائي فخسر هومنتمن 4 مباريات متتاليه. ما هي الإصابة التي تعرض لها الخطيب بركبته وعوارضها ومدة التعافي منها؟ نشاهد بهذا التقرير. تعرض الخطيب لإصابة في MCL الرباط الطرفي الداخلي للركبة، هو مجموعة من الأنسجة وأحد 4 رباطات في الركبة تجمع عظمة الفخذ بعظمة الساق، وهو يمنع من الانحناء إلى الداخل. يصاب الرياضيون بها في كرة القدم والتزلج وكرة السلة ولدى تعرض الركبة لضربة جانبية. من عوارضها التورم والألم والطراوة وظهور بعض الكدمات، وتؤكدها الفحوص بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي. معظم إصابات هذا الرباط يمكن علاجها بالمنزل مع الراحة والثلج ومضادات الالتهاب، وقد يقترح الطبيب استخدام العكازات وارتداء الدعائم، لكنه يسمح ببعض الحركة على مستوى الركبة. يمكن التقليل من النشاط لأسابيع قليلة مع القيام بحركة خفيفة للمساعدة على الشفاء، وقد يحتاج التمزق الكبير لجراحة، لكنها لا تجرى عادة إلا مع إصابة ثانية في الرباط الصليبي الأمامي أو الغضروف المفصلي. عادة ما تحتاج إصابات الدرجة الأولى إلى ما بين 2 أسبوع و3 أسابيع للشفاء، والدرجة الثانية وهي الإصابة التي تحدث عنها الخطيب لمدة 1 شهر، فيما تحتاج إصابة الدرجة الثالثة إلى ارتداء دعامة مفصلية لمدة 1 شهر، والحد من الوزن على الركبة بين 4 و6 أسابيع. كوتش، يعني فادي الخطيب اسم في كرة السلة اللبنانية ورأينا أنه رقم صعب بنادي الهومنتمن، برأيك لو لم يصب فادي الخطيب وأكمل موسمه مع الهومنتمن كان باستطاعة الرياضي أن يقلب التأخر ويفوز ب4 مباريات متتالية؟ فادي الخطيب أسطورة وبعتقد ما بيتكرر بالوقت القريب، لعيب كتير كبير وكان لعيب كتير كتير مهم لفريقه. بعد ما تقدموا علينا بمباريتين كان ربحونا أول مباراة ب3 نقط وتاني مباراة أول وحدة 4 نقط تاني 3 نقط. نحن هون كنا بعد ما بنعرف شو وضع فادي لما تعور بالمباراة التانية، بس كان عنا شعور داخلي كلياتنا أنه نحن فينا نربح وفينا نتخطى الهومنتمن حتى بوجود فادي، لأنه أنا برأيي الشخصي المتواضع فريق بده يربح بطولة لبنان ما في يكون مبني على لعيب واحد، ونحن يعني أنا عم بحكيك يا بعد خبرة عانيت كتير من الإصابات يعني خلال الموسم. كان مبني فقط على فادي الخطيب برأيك؟ هيك بيّن يمكن بالفينال، بس أنا بعتقد أدوا بطريقة رائعة هنك طوال الموسم، بس الفرق بينهم وبين فريق الرياضي إنه فريق بيعرف يربح بالفينال
بالمراحل الحساسة، ولعيبة نوعية لعيبة الرياضة هن لعيبة قدروا يربحوا كتير بطولات بمسيرتهم، فهذا بيعمل الفرق بالمواعيد الحساسة. وهذا اللي صار بالمناسبات الحساسة والكبيرة، المناسبات الكبيرة بيقدروا ينهوا، بيعرفوا ينهوا. فنحن أكيد أثرت عليهم إصابة فهد الخطيب كتير، بس كمان نحن الإنجاز بيكمن بتحقيقنا لأربع انتصارات متتالية. فهيدا الشيء اللي العالم لازم تعرفه، أنه مجرد ما فريق يحقق انتصار بأربع مرات متتالية، هيدي لو في غياب للاعب مؤثر، هيدا الشيء أنه ما عنده فرصة اللعيب اللي عنده هوم كورت أدفانتج اللي هو الهومنت من يربح مباراة واحدة عم يلعبه ويضمن بنسبة 90% البطولة. هيدا الشيء ما صار، قدرنا نحقق الفوز مرتين بملعبهم، هيدي اللي ما قدر ولا أي نادي يحققه هالسنة بملعب مزهر. هن الهومنت من هالسنة خسروا مباراتين بملعبهم كانوا من الرياضي بالمرحلة النهائية. فأنا عم خبرك، عم بقلك عن خبرة. أنا خسرت وائل عرقجي لعيب كبير، فتت على الفاينل 8، عم نلعب الفاينل 8 اوريدي، ما في وائل عرقجي ضد الحكمة اللي دعموا صفوفهم بأجانب على مستوى عالي. تعور سوسا، إدغار سوسا بكسر لأصبعه، وغاب عني صانع الألعاب الأساسي الثاني، فاضطرينا نلعب بأمير سعود بمركز ملقله، وربحنا خطينا الحكمة 3-1. فتنا على بالسري بيبلوس، عم نلعب بمستوى رائع، فرق 20 نقطة، حققنا الفوز بأول مباراة. بعدين تاني يوم نكتشف انه برانكوس بيتكوفيتش تعرض لمزق بعضلة المعدة، فكمان غاب عن السلسلة كلياتها. لعبنا بأجنبيين ضد بيبلوس القوي والمنظم واللي عنده مدرب ذو خبرة كتير عالية وباع طويل بالملاعب الأوروبية، فقدرنا نتخطاه. وصلنا على الفينال، خلص انه نحن كل هالساينز عم تجينا وكل هالاشارات انه لازم نربح البطوله، لانه تخطينا ظروف استثنائيه وظروف كتير صعبه، فاعطتنا ثقه بالنفس كتير عاليه وروح ايطاليه كتير عاليه لنحقق اللقب. كوتش احمد، يعني هناك عده نقاط كنا نرغب بالحديث فيها معك، عن الدفاع المميز الذي اعتمدته، كيف اقفلت منافذ كيفن جالوي في النهائي، عن المدربين اللبنانيين انت، جوم جاعس، باتريك سابا، مروان خليل، وإلي نصر، والمراكز التي يحتاجها الرياضي للتقدم اكثر في الموسم المقبل وتحضيرات لبطوله اسيا. ربما سيكون ذلك في مقابله اخرى معك، نتمنى لك التوفيق ونبارك لك مجددا بفوز الرياضي في لقب بطوله لبنان لكره السله. شكركم على هالاستضافه الحلوه، بتمنى لكم النجاح والتألق دائما بهالبرنامج المميز. أهلا بك كابتن أحمد. مشاهدينا الكرام، الفصل الأول في ميدان الرياضة، بعده نتحدث عن اعتزال الأسطورة فرانشيسكو توتي في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لحظات ونتابع. نال احترام خصومه بسبب أسلوبه غير المتوقع، مدة بقائه في الملاعب ووفائه لفريق روما. خلع الملك فرانشيسكو توتي رداءه بعد ربع قرن لتخسر كرة القدم عبقريا أسر قلوب عشاقه. من ملتقط للكرات في الملعب الأولمبي إلى أسطورة كروية للعاصمة الإيطالية، فرانشيسكو توتي ولد روما المفضل، ملك غير متوج وأسطورة حية، ولد القائد الأزلي في روما وسيموت في روما. عشق مجنون متبادل مع مدينته وجماهيرها جعله يمضي كل مسيرته تحت ألوان جيلو روسي، فأحرز معه لقب الدوري والكأس، هو أفضل مسجل في تاريخه والأكثر خوضا للمباريات معه. صاحب العلاقة القريبة مع ألتراس المنعطف الجنوبي، نال عدة ألقاب مثل الولد الذهبي، الطفل الكبير، ملك روما، والمحارب. تميز لاعب الوسط الهجومي بكراته الساقطة، تمريراته القاتلة، رؤيته للملعب، تسديداته في المقصين، وبثنائيته مع باتيستوتا ومونتيلا وكاسانو. بدأ ممارسة اللعبة في عمر 8 واحترفها في 16،
ورث شارة القائد من المدافع البرازيلي الديار بقيادة المدرب التشيكي زيدينغ زيمان عام 98، وبعدها بعامين قاده إلى لقب الدوري. كان بمقدور فرانشيسكو توتي الرحيل إلى ريال مدريد وميلان قبل 15 سنة، لكنه أمضى 24 سنة في روما وخاض معه نحو 800 مباراة. لم يتخطى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يحتل أفضل من المركز الخامس في الكرة الذهبية، وصحيح أنه فاز في مونديال 2006، لكن إنجازاته قليلة مع المنتخب وكثيرة في روما. برغم كل ذلك هو من أفضل اللاعبين في جيله، وأفضل من شاهده الأرجنتيني مارادونا. بدأ مسيرته كصانع ألعاب مع الرقم 10، وحوله المدرب لوتشانو سباليتي إلى مهاجم وهمي رقم 9.5. ربع قرن في الملاعب ولم يتعرض لإصابة خطرة، تميز باحتفالاته الطريفة وبرسائله إلى زوجته إلى ريبلازي واعتذاره للتأخر عن التسجيل عام 2012. حتى مالك شركة فيات ويوفنتوس جاني إنيلي اختاره في 2002 لإطلاق سيارة جديدة بدلا من لاعبي السيدة العجوز، ورفعت جماهير الأعداء لاتسيو لافتات تحييه. فتح روما صفحة جديدة مع مديره الرياضي الإسباني مونشي، وطوى صفحة توتي كلاعب بعد مناوشاته مع المدرب سباليتي. ذئاب روما خسروا حبيب الشعب، فمن القادر على حمل تاج توتي؟ يعني صحيح أنه توتي هو مدلل روما وهو الملك، ولكن يمكن أن نقول أنه لم يأخذ حقه جماهيريا جوزيف. يعني لا يمكن مقارنته مثلا بليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو بيل أو إنيستا أو أي لاعب من برشلونة أو ريال مدريد. يمكن لو كان بنادي مختلف عن روما لكان أخذ حقه أكثر جماهيريا. صحيح أمان، يعني في إيطاليا الأندية التي تسيطر على الألقاب والبطولات هي يوفنتوس ثم ميلان وإنتر، وبدرجة أقل روما الذي أحرز معه توتي لقب الدوري مرة واحدة. وبالتالي توتي لم يكن في نادي ينافس على الألقاب، أكان في إيطاليا أم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يعني الأندية الكبرى في أوروبا حاليا هي في إسبانيا ريال مدريد برشلونة، في إيطاليا يوفنتوس، في ألمانيا بايرن ميونخ، وأندية إنجلترا مانشستر يونايتد تشيلسي ليفربول وغيرها. توتي لم يكن في نادي ضمن هذه الفئة، ولهذا السبب لم يكن نجاحه الرقمي على صعيد الألقاب كبيرا، واكتفى بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة. لهذا السبب لم نرى توتي ينافس اللاعبين الكبار. وهنا يعني موضوع توتي أماني يختلف عن باقي اللاعبين في البطولات الأوروبية. توتي 786 مباراة مع فريق واحد هو روما، يعني باقي وفيا لهذا النادي، نادي العاصمة. علما أنه معظم النجوم الكبار في أوروبا، نتحدث عن زيدان مثلا، كريستيانو رونالدو البرازيلي، رونالدو، ديفيد بيكهام، كل هؤلاء اللاعبين انتقلوا من نادي إلى آخر. بيكهام من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، رونالدو إنتر وميلان وبرشلونة، بينما زيدان انتقل من يوفنتوس إلى ريال مدريد. توتي يعني صمد مع نادي واحد كل مسيرته، هذا الوفاء كان عنوان مسيرة توتي. هذا ما جعل رحيله وتوديعه من قبل النادي بهذا الكم من التأثير يعني. صحيح. والحنين إذا ممكن أن نقول. صحيح أماني، هذا المشوار يمكن أن نتحدث عن مشوار ميسي مع برشلونة، لأنه ميسي جاء إلى برشلونة بعمر 13، لكن وضع ميسي يختلف عن توتي. أنه ميسي موجود مع برشلونة، من الصعب على ميسي أن ينتقل من برشلونة إلى ناد أفضل، بينما توتي كانت كل طرق يعني جاهزة له، فقد حصل على عروض للانتقال إلى ميلان الإيطالي وإلى ريال مدريد الإسباني، ولكنه لم ينتقل وصمد كل مسيرته مع الذئاب الحمر في روما. قرر أن ينهي مسيرته مع روما، وهو يقول أنه يريد أن يموت حتى في روما من شدة حبه لهذا الفريق ولهذا البلد. جوزيف، لابد من ذكر هنا محمد صلاح اللاعب المصري، لأنه ترك مكانه بالدقيقة 54 في المباراة ليتم استبداله ب استبدال سيدخل كتب الإحصائيات وتاريخ النادي بالمباراة أمام جنوة. فمحمد صلاح هو أحد أبرز لاعبي روما حاليا، وأحد أسباب نجاح روما هذا الموسم أماني، لأنه روما بفوزه على جنوة الأحد بهدف بالدقيقة الأخيرة ضمن تأهله مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى دور المجموعات على حساب نابولي وبفارق نقطة وحيدة. بعد هذه المباراة وبعد 25 موسما مع نادي
نادي روما الإيطالي، 786 مباراة و307 أهداف، بينها 250 في الدوري، وهو ثاني أفضل رصيد بعد سيلفيو بيولا بين عامي 29 و54. ودع توتي أبناء روما، دخل توتي في الدقيقة 54 وساهم بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقيقة الأخيرة على الملعب الأولمبي، حيث احتشد عشرات الآلاف من جماهير روما. وقف أمام المنعطف الجنوبي كورفا سود والدموع تنهمر من عينيه وأعين عشاق روما، حتى زميله دانييلي دي روسي العنيد الطباع الذي سيستلم شارة القائد نهائيا من بعده أجهش بالبكاء. توتي خاطب الجماهير وقال: أود أن أشكر عائلتي وأصدقائي وكل من وقف بجانبي في تلك المسيرة، لا يمكنني تلخيص رحلة 28 سنة في بعض الجمل، على مدار سنوات قدمت كل ما لدي ولكن جاء وقت الوداع، سأخلع هذا القميص اليوم للمرة الأخيرة حتى وإن كنت أشعر أنني غير جاهز للنهاية، لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، أنا خائف مما هو مقبل، هذه المرة أحتاج لكم ولدعمكم الذي ظهر طوال سنوات، لقد كنت أي روما دائما حياتي كلها، سأكون معكم دائما بقلبي، والآن سأخلع قميص روما في غرفة ملابس التي كنت بها طفلا وأغادرها رجلا، مع عناق أماني طبعا شريكة حياته وأم أطفاله الثلاثة إلى ريبلازي نجمة في العاصمة الإيطالية، يعني ليس روما وحده نجما، وتحت أنظار الجماهير التي كانت متأثرة جدا ترك روما توتي في هذه المباراة الأخيرة. مشاهد فعلا مؤثرة جوزيف، يعني عندما نتحدث عن الدوري الإيطالي للأسف نذكر دائما الكالتشو كوميسي والكالتشو بولي وكل هذه ممكن أن نقول عنه فساد، للأسف تراجع الدوري الإيطالي كثيرا، ولكن ممكن أن نرى يعني أجمل مباريات بالدوري الإيطالي، يمكن كان أجمل من الدوري الإسباني الذي صحيح بفترة من الفترات كان الدوري الإيطالي هو الأفضل في العالم، يعني في التسعينيات القرن الماضي بعد مشاكل الدوري الإنجليزي والهوليغانيزم، المشاكل أعمال الشغب التي أقصيت منها الأندية الإنجليزية عن المشاركة في البطولات الأوروبية، كان الصراع بين ميلان وإنتر ويوفنتوس هو دائرة الارتكاز ليس في إيطاليا فقط إنما في القارة الأوروبية، وبالتالي بعد تراجع المستوى بسبب الأمور المالية في إيطاليا الأندية الإيطالية لم تنجح بالتقدم مثل الأندية الإنجليزية والأندية الألمانية في أوروبا، هذا الفشل على الصعيد المالي أدى إلى تراجع كرة القدم الإيطالية، لكن توتي لم يتأثر بهذا الموضوع وبقي توتي هو الرمز، بعد ما كان جوزيبي جانيني الذي درب منتخب لبنان لفترة معينة هو النجم وأمير روما، استطاع توتي أن يقوم بأفضل بكثير مما قام به جانيني على الصعيد الجماهيري، لأنه كما نشاهد مع الجمهور الإيطالي جمهور روما ودموعه وبكاؤه، كان بالفعل توتي لاعب تاريخي أكثر من ربع قرن مع فريق واحد. أماني يعني لافت أيضا أن توتي لم يحقق نجاح إعلامي كما كنت تتحدثين مقارنة مع النجوم الكبار لأنه يلعب مع فريق ليس جيدا، لكن على صعيد المنتخب الإيطالي توتي نجح بحصد كأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 عندما استدعاه المدرب مارتشيلو ليبي برغم أنه كان في قطعة حديدية في قدمه وكان خارج من إصابة، استدعاه لضرورة توتي تواجده برغم أنه آنذاك إيطاليا كانت تضم الأسماء الكبرى في الدفاع بوفون وغيرهم كانافارو، وفي الهجوم وفي الوسط أيضا أليساندرو ديل بييرو بالإضافة إلى أندريا بيرلو وباقي النجوم، يعني توتي بالفعل كان عنصر إيطالي بالغ النجاح في الربع القرن الماضي. نتحدث عن الدموع التي انهمرت من أعين الجماهير الإيطالية وجمهور روما خلال وداع توتي، كيف ودع المنعطف الجنوبي كورفا سود توتي؟ أغنية أخيرة اقشعرت لها الأبدان نتابعها معا. أماني
من المهم أن نقول أنه توتي تحدث البعض عن إجباره عن ترك روما برغم أنه بلغ 40 في الفترة الماضية. إدارة روما فيها مونشي الذي كان سبب نجاح إشبيليا في المواسم الماضية، المدير الرياضي الجديد، إدارة أمريكية مع الرئيس بالوتا الذي منحه هذا الدرع أو القميص في بداية في نهاية المباراة. توتي نقلت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عنه بعشاء أخير حديثه إلى زملائه بأنه لم يكن بمقدوره البقاء في الفريق لأنه الإدارة لا تريد ذلك. وأمس في هذه اللقطات لدى ظهور صورة المدرب لوتشانو سباليتي على الشاشة العملاقة في الملعب الأولمبي ستاديو أولمبيكو في روما، قام جمهور روما بإطلاق صافرات الاستهجان لدى ظهور سباليتي وهو مدرب الفريق بسبب يعني الإشكالات التي حصلت في الموسم الماضي بعد وصول سباليتي إلى الفريق وأبعاده توتي عن التشكيلة الأساسية. لكن يعني هناك يعني جدل برحيل توتي، من جهة هو بلغ 40 من عمره وهذا عمر يعني متقدم جدا للاعبي كرة قدم أماني، ومن جهة أخرى يعني كما شاهدنا لا يمكن لجمهور روما أن يتخلى بسهولة عن لاعب قدم كل شيء لفريق على مدى أكثر من ربع قرن. ولكن لا أعتقد أنه كلام لجازيتا ديلو سبورت قد يكون صحيح، يعني الإدارة 25 سنة توتي مع روما، يعني لا تأتي اليوم بعد 25 سنة وتقول له اذهب إلى البيت. يعني هو هذا ما كان يدور في الكواليس بأنه سباليتي لا يرى بتوتي حاليا لاعبا قادرا على الشغل بسبب عمره المتقدم. بسبب عمره المتقدم. طيب لكن ما قدمه توتي في الماضي كان أكبر بكثير من ذلك. صحيح، بما أنه نتحدث عن 25 سنة مرت مع توتي وبتوتي مع روما عفوا، وبمناسبة اعتزاله عرض موقع روما مجموعة من أجمل أهدافه على مدى السنوات 23 في صفوفه أو 25، نشاهد أبرزها معا. Salta il primo avversario, poi torna su di lui Zé Maria, fa tutto da solo però il capitano, attenzione, Totti, palla sul destro, Totti, palla rotta, rotta, è un gol! La conclusione, gol! 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 Passo grosso da parte di Ciolo, la Marchetti fuori dai pali, gol! هذا أبرز ما كان يحدث على الساحة الإيطالية الأسبوع الماضي أماني، لكن بساحات أخرى كانت البطولات تنتهي حتى مباريات الكؤوس. في فرنسا باريس سان جيرمان فاز على أنجي، إيطاليا كان يوفنتوس حصل لقب الدوري، في ألمانيا بوروسيا دورتموند فاز على أينتراخت فرانكفورت، في إنجلترا أرسنال وأرسين فينجر مدرب الفرنسي حرم تشيلسي من إحراز ثنائية الدوري والكأس. أما في إسبانيا فبرشلونة عوض موسمه الخائب، فبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد فقدان لقب الدوري بفارق ضئيل عن ريال مدريد نجح بإحراز لقب الكأس على حساب ألافيس. لكن الأهم لم يكن نجاح برشلونة، كان الحديث عن مدرب الجديد المتوقع أن يكون يعني لدى عرض هذه الحلقة. قد يكون نادي برشلونة أعلن ربما من هو مدربه الجديد لأنه ذكر أنه بعد نهائي الكأس سيعلنه، والاسم الجديد هو فالفيردي قد يكون. نعم. يعني بعد ما كان موسم برشلونة فاشل جدا. شكرا. هذا العام شكرا شو لك أسهم بنادي برشلونة مشجع متواضع استطاع يعني النادي أن يهدي الكأس إلى أنريكي قبل رحيله عن هذا النادي العظيم. من هو أرنستو فالفيردي الأكثر ترشحا لاستلام تدريب برشلونة خلفا للويس أنريكي المستقيل من منصبه؟ أعلن إنريكي رحيله عن برشلونة قبل نهاية الموسم بأسابيع. أسماء عدة تصدرت بورصة الترشيحات لخلافته، من بينها مدافع بلاوغرانا السابق ومدرب إيفرتون الحالي رونالد كومن ومساعد إنريكي خوان كارلوس أنزوي.
لكن رحيل إرناستو فالفيردي عن أتلتيك بلباو كان مؤشرا صريحا لسلوكه طريق الباسك كاتالونيا. بعد حقبة غوارديولا التاريخية بين 2008 و2012 دفع الراحل تيتو فيلانوفا ثمن تدهور صحته، ثم فشل الأرجنتيني تاتا مارتينو قبل أن يستبق إنريكي إقالة محتملة بعد الفشل في دور الأبطال سنة ثانية برغم ألقابه التسعة في ثلاث سنوات. ماذا يحمل فالفيردي في جعبته ليكون الأوفر حظا لتدريب برشلونة؟ حمل فالفيردي ألوان إسبانيول وبرشلونة لسنتين تحت أشراف يوهان كرويف وبلباو ومايوركا، لكن نجاحه التدريبي كان أبرز من مسيرته كلاعب. في 2004 قاد بلباو للتأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي، ثم بلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي مع إسبانيول في 2007. في أول مواسمه مع أولمبياكوس اليوناني حقق الثنائية، لكنه لم يمدد عقده لأسباب مالية. خلف مانويل بيليغريني في فياريال عام 2009، لكنه أقيل شتاء لحلوله عاشرا. عاد إلى أولمبياكوس وقاده إلى الألقاب ليتركه مجددا لأسباب عائلية هذه المرة. رجع إلى إسبانيا ودرب فالنسيا قبل أن يستقيل لفشله بإيصاله إلى دور الأبطال. وفي مشواره الأخير مع بلباو أوصله إلى دور الأبطال ثم نهائي كأس إسبانيا والكأس السوبر على حساب برشلونة. يعرف فالفيردي بمهاراته تكتيكيا وقوته باستغلال نقاط ضعف الخصم، ويحب الضغط العالي في الملعب، وتبقى نقطة ضعفه عدم إشرافه على فريق بحجم برشلونة. يعني ذكر بالتقرير اسم أنزوي أن يكون مدرب لبرشلونة، ولكن التقارير الرسمية تفيد بأنه أنزوي استلم فعلا سيلتا فيغو جوزيف، يعني وبات قاب قوسين أو أدنى فالفيردي من الإمضاء. وأنزوي يعني كان مساعد لإنريكي عندما كان إنريكي مدرب لسيلتا فيغو، وبالتالي يعني العلاقة قديمة بين النادي وهذا المدرب. الفصل الثاني في ميدان الرياضة، وبعده نتحدث عن جملة من الأخبار الطريفة والغريبة. لحظات ونعود. الفقرة الأخيرة من ميدان الرياضة وهي الطرائف والغرائب، ونبدأها من هاري الذي كان يحاول إصابة المشروبات الغازية بجانب والدته الممددة تحت الشمس، لكن تسديدته لم تكن دقيقة بل طائشة وكادت تهشم وجه الوالدة. مشهد قد يكون مركبا لكن ليس لدرجة تحطيم وجه الوالدة بكرة صاروخية. تعرض سائق نيوزيلندي سكوت ديكسون لحادث مريع الأحد لينهي أسبوعا من الأحداث الحافلة. بعد احتفاله بحصوله على مركز أول للمنطلقين، تعرض لسرقة تحت تهديد السلاح أثناء شراء الطعام من مطعم للوجبات السريعة، ثم تعرض لحادث هو الأسوأ على الإطلاق على حلبة إنديانا بوليس موتور سبيدواي. اصطدم جاي هاورد بالحائط في اللفة 53 وانزلق بعرض الحلبة في طريق ديكسون لتحلق سيارة السائق النيوزيلندي في الهواء، واصطدمت سيارة ديكسون بالحائط قبل أن تعود إلى الحلبة رغم خطورة الحادث الذي أدى إلى إيقاف السباق لمدة نصف ساعة. خرج سائقان من سيارتيهما بدون إصابات. السباق المنتظر أحرزه الياباني تاكوما ساتو، فيما انسحب الإسباني فرناندو ألونسو من المنافسات بعد تصاعد الدخان من محرك هوندا، وذلك بعد تغيبه عن بطولة العالم للفورمولا 1 لسباق مونتي كارلو الذي توج به الألماني سيباستيان فيتل على حساب زميله في فراري كيمي رايكونن. ننتقل إلى الخبر الآخر وهو عن مارادونا، سخر الكوري الجنوبي سيونغ هو بايك من الأسطورة دييغو مارادونا خلال احتفاله بهدف الفوز على الأرجنتين في دور المجموعات لكأس العالم تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية خلال القرعة في مارس آذار الماضي. أظهر مارادونا سعادة غامرة على أن المنافسة ستكون سهلة لبلاده، لكن اللاعب وسط برشلونة الرديف سجل هدف الفوز الثاني لكوريا من علامة الجزاء وتأهل إلى دور الـ16، ثم قام بتقليد احتفال مارادونا في القرعة مشيرا للورقة التي سحبها مارادونا. كما مش نسيله إياها لكوري. استغل نجوم ريال مدريد احتفالهم بالتتويج بالليغا لإيصال رسالة ساخنة إلى جيرار بيكي مدافع برشلونة الذي يسخر دائما من ريال. هتف أحد لاعبي الميرينجي موجها رسالة ضده بقوله: بيكي أيها الوغد حي البطل،
كرر نجوم ريال ذلك وسط الضحك خصوصا القائد سيرخيو راموس الذي يعيش علاقة متوترة مع بيكيه. وبحسب بعض المشاهد فان إيسكو أو داني كارباخال هما من بدأ الهتافات ضد بيكيه. وهنا أيضا أماني إيسكو وكارباخال يعني نسيان صعب بالنسبة لهما، كان كل ما تطرق له بيكيه بسخرية تجاه وضد ريال مدريد كمان ما نسوا له إياه. كمان نبقى في نفس الموضوع ولكن هذه المرة مع الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش اللذين أبديا استغرابهما لعدم حصولهما على فرصة رفع كأس الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تتويج الريال رسميا باللقب بعد الفوز على ملقا بهدفين. ارتدى بيل المصاب ملابس ريال لكن وسط الانتظار مع مودريتش رفع اللقب الأول لهما مع ريال. أكد لهما أحد المسؤولين بأنه لن يكون هناك مراسم لرفع اللقب وأنها ستتم في بداية الموسم المقبل. سئل كريستيانو رونالدو عن الأمر فأجاب نكتة لعينة. نبقى مع ريال مدريد بطل إسبانيا الذي سيخوض نهائي دوري أبطال السبت المقبل. حارس ريال كوستاريكي كيلور نافاس قص شعره بمساعدة زميله البرازيلي مارسيلو بعد إحراز النادي الملكي لقب الدوري الإسباني. ريال مدريد حسم صراع الليغا بفارق 3 نقاط عن غريمي برشلونة. نافاس ظهر برأس خالية من الشعر وكان تفسيره لذلك بأنه محاولة منه للتعاطف مع مرضى السرطان حول العالم. في فيديو يقول الحارس: لقد وعدت الله إذا فزت باللقب سأقوم بقص شعري تعاطفا مع مرضى السرطان، أهدي اللقب للأطفال من مرضى السرطان وكذلك لعائلتي. أكيد مارسيلو أماني يعني استمتع بهذا الأمر على لأنه طريقة لم يقص شعره منذ سنوات لأنه شعره نوعا ما كثيف، وعلى طريقة إرسال الشبان إلى خدمة العلم الإجبارية قام مارسيلو بقص شعر كيلور نافاس الذي سيتغير شكله طوال فصل الصيف المقبل. ننتقل إلى يورغن كلينسمان نجم المنتخب الألماني السابق. درب منتخب الولايات المتحدة بين 2011 و2016 نجل جوناثان ارتكب خطأ فادحا خلال حمايته المنتخب الأمريكي في كأس العالم تحت 20 عاما. جوناثان المولود في كاليفورنيا تألق في بطولة كونكاكاف 2017 تحت 20 عاما. وذكر التقارير أن أفرتون الإنجليزي عرض اختباره لكن ضد الإكوادور قام بمراوغة لاعبين ليمرر بشكل خاطئ ويستغل ذلك الإكوادوري براين كابيزاس مسجلا الهدف الثالث قبل أن يعادل الأمريكيون في الوقت القادم. فرخ البط مش عوام هذه المرة أماني لأنه نجل كلينسمان في هذه المباراة لم يكن موفقا ولكن يعني تحدث الأخطاء لا يزال بعمر صغير وهذه أمور تحدث مع أكبر وأبرز الحراس. قبل أيام من عطلته الصيفية استمتع البرازيلي دافيد لويس في حديقته اللندنية تدرب بشكل مغاير لنهائي كأس إنجلترا. لعب مدافع تشيلسي كرات أكروباتية بجوار العائلة والأصدقاء في حوض السباحة لكن ذلك لم يكن فاءل خير له إذ خسر تشيلسي نهائي الكأس أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف. الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ الألماني فاجأ محبيه بامتلاكه موهبة الغناء خلال تأديته أغنية مشتركة مع المغنية الأمريكية أناستازيا خلال احتفالات بايرن ميونخ بتتويجه بطلا للدوري الألماني. نختم الحلقة مع جماهير مانشستر يونايتد خلال احتفالها بعد التسجيل في مرمى أياكس في نهائي الدوري الأوروبي يوروبا ليج الأربعاء في السويد. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير، والى اللقاء. الى اللقاء.